استعدادات اول حاجه ساعه نبدا نتمنى انها تتم عوده مدرسيه موفقه لكل وليداتنا وبنياتنا باش ننجحوا هالموعد الهام اللي تنتظره العائلات والمجتمع التونسي. لكن لابد من الاشاره هنا ان هناك استعدادات منذ اشهر في الحقيقه بدات على مستوى جهوي وعلى مستوى وطني. الاستعدادات هذه هي على مستوى البنيه التحتيه. في الحقيقه كما شفتوا ثم اليوم انجاز 22 مؤسسه تربويه جديده، كذلك تعهد وصيانه وتوسعه 1612 مؤسسه تربويه وهو رقم قياسي. كذلك اليوم بنينا 300 قاعه في ظرف سنه فقط وهو رقم قياسي كذلك. لكن لابد من الاشاره انه كما كل عام باش تشهد ربما بعض الصعوبات هنا وهناك، لانه ثم تحديات، ثم حاجات تطرأ في اخر وقت ما نقراولهاش حسابنا، لكن نتعاملوا معها بالشكل الافضل والامثل. هذا على مستوى البنيه التحتيه. بالنسبه للمبادره مع اليونيسيف، كما تعرفوا هي مبادره موجهه للتونسيين بالخارج، تشهد نجاح كبير في الحقيقه، والمبالغ مهمه الى حد الان نتاع تبرعات التوانسه في الخارج وغيرهم من الخارج، وهذا يمشي يمكننا بدون ادنى شك ان نحسنوا في البنيه التحتيه نتاعنا. والاكيد انه الرقم الكبير اليوم نتاع التعهد والصيانه والتوسعات اللي وصلنا له راهو ماهوش وزاره التربيه فقط وماهوش الدوله فقط. نحب نثمن وناكد على دور رجال الاعمال، نساء الاعمال، دور المجتمع المدني كذلك، لانه كما اعطيتم بكري الرقم حوالي 36 مليون دينار كانت مجمل اسهامات المجتمع المدني منذ شهر سبتمبر الفارط الى اليوم. هذا مبلغ مهم. توفير الماء الصالح للشراب مثل ما ذكرت انه اليوم هذا تحدي كبير، تحدي اعتقد ان كسبناه، لانه السنه الفارطه تقريبا ما صارتش اشكالات. السنه هذه انا نجم ناكد ان شاء الله ماهيش باش تصير اشكالات، باعتبار وفرنا الامكانيات اللازمه، عندنا جرارات وضعناها على ذمه وزاره الداخليه وتحديدا البلديات التي ستتولى تزويد مدارسنا اللي فيها اشكال على مستوى التزويد المستمر بالمياه. لكن لابد من اشاره كذلك انه اليوم راهو عندنا 1450 مؤسسه تربويه مش مربوطه بالسونات، دونك عادي جدا ان نوصلوا لها الماء. ولابد من الاشاره كذلك ان نسوق بكل فخر انه في بعض المؤسسات التربويه عملنا ابار عميقه مكنت من تزويد المدرسه نفسها ومكنت من تزويد المواطنين حول المدرسه، ولنا في ذلك امثل. دونك ثم انجازات لا باس بها، ان شاء الله نواصلوا فيها، ونحب نثمن دور الجميع وادعو الجميع لمزيد المساهمه ومعاضدة الدور. الحقيقة بالنسبة لأخطاء الكتاب كما ذكرت أنه فيها أخطاء لا تغتفر، أخطاء مش ممكن السكوت عليها، وبالتالي وبالتالي الأخطاء هذه بطبيعة عملنا لجنة تحقيق على مستوى الوزارة، لكن صادف وجود لجنة رقابية على مستوى المركز الوطني البيداغوجي. كيف كيف هي باش تقوم من وزارة، من رئاسة الحكومة، هي باش تعطينا تقرير ثاني إن شاء الله يوصل في خلال الأيام القادمة، وكما وعدنا باش ننشروا نتائج التحقيق والقرارات التي سنتخذها في هذا الاتجاه. لكن لابد من الإشارة كذلك أنه اليوم الإشكال يطرح على مستوى غياب إطار مرجعي بالنسبة للمسار ككل، للمسار ككل متاع إنجاز الكتب هذه. وبالتالي لابد أن نحدد هالمسار هذا ونحدد مسؤولية على مستوى كل مرحلة، وهذا مازال مش موجود. هذا ما سنعمل عليه في انتظار ذلك. في انتظار ذلك اللي قمنا به هو كونه اليوم باش نبعث بطبيعة، حطينا الكتاب بعد إصلاح الأخطاء على مستوى الموجود في نسخة رقمية، سنرسل نسخ إلى كل المؤسسات التربوية وكل المعلمين
في هذا الاتجاه، وباش نضعوا زادة وثيقة اللي هي وثيقة تصويب الأخطاء مع كل كتاب إن شاء الله نحطوها في انتظار نتائج تحقيق. طبعا هو في الحقيقة حوكمة جديدة لعدد بالنسبة للإطار البشري بصفة عامة، للموارد البشرية بصفة عامة، مكنتنا من أن نقص احتياجاتنا، لكن الاحتياجات موجودة، الحاجيات موجودة، وتمكننا من تسديد هالحاجيات. لكن كما كل عام تصير حالات استثنائية، إن شاء الله ما تكونش عديدة كما في كل بلاد دايور، مهما كانت راهو يصير إشكالات على مستوى الأيام الأولى. أنا اللي نوعد به وأنه العودة إن شاء الله على مستوى توفير الإطار البشري تم في أحسن ظروف. دروس خصوصية في الحقيقة شهدت إقبال كبير من المواطنين للأسباب اللي تعرفوها. السبب الرئيسي أنه مدرستنا ما عادش جاذبة، أنه مدرستنا ما عادش تعطي اللي ينتظروا التلميذ، وبالتالي اليوم الهدف متاعنا بطبيعة ممنوع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية. سنقوم بمراقبة لصيقة في هذا الاتجاه وبتطبيق القانون خاصة، ونقوم بذلك كل ما تجينا شكاية. لكن نعرف زادا العدد كبير برشا متاع الاشكال، دونك هو احنا نحب نوجهها للمؤسسات التربوية باش تمكن المؤسسات التربوية من ميزانية تحسن بها الوضعية متاع وليداتنا هو راهو بالنسبة للنموذجي تعرفوا ثم مضبوط بقرار، والقرار هذا يقول إلى حد 15 معدل، وإن أمكن نهبطوا ل 14. علاش خذينا القرار هذا؟ لأنه كيف جيت أنا الوزارة ثم مؤسسات تربوية نموذجية تخدم ب 20% من طاقة استيعابها. المؤسسات التربوية مشكلتنا احنا عممنا النموذجي هذا في الجهات الكل، وبالتالي عندنا جهات اللي 20% فقط من طاقة استيعابها يولي هدر المال العام، وبالتالي هالجهات هذه نجموا نهبطوا فيها ل 14 معدل. بالنسبة لبقية الجهات نجم حتى 15 ما توصلش، وهذايا القانون اللعبة من البداية هو طاقة الاستيعاب. بالطبيعة اليوم عندنا إن شاء الله لقاء مع الأولياء هذوما، عندنا حلول اللي جربناها عم ناول باش نطرحوها معاهم وإن شاء الله نوصلوا للحل. بالطبيعة متفتحين على كل النقابات بدون استثناء، لكن في إطار اللي معمول بها على مستوى الحكومة كما تعرفوا. لابد من إشارة هنا أنه اليوم حديث على ملاحم باش تتخاذ على مستوى النضالات في التعليم الثانوي. أنا نخير زملائي الأساتذة وزميلاتي الأستاذات كلهم بدون استثناء نخوضوا ملحمة إنقاذ المدرسة العمومية. هذه الملحمة الحقيقية، ملحمة إرجاع المدرسة العمومية كمصعد اجتماعي، ملحمة تحسين ظروف العمل في المؤسسات التربوية، مع إقراري وأن الوضع المادي للإطار التربوي لا يمكن السكوت عليه، وهذا عليه إجماع، وبالتالي مطالبهم مشروعة. لكن نحب نخوضوا المعارك الحقيقية اللي هي معركة إنقاذ المدرسة العمومية. فعلا كما تعرفوا العدد المنقطعين كبير برشا، كما وريت بكري تقريبا 300 كل يوم يغادروا المدارس متاعنا، ومنهم 100 منهم 200 يرجعوا بالقطاع الخاص وبالتكوين المهني، لكن 100 يكونوا عرضة لكل المخاطر، وهذا ما نرضوش لوليداتنا في الحقيقة. هذاك علاش نعمل جاهدا على تعميم تجربة أعتقد وأنها ناجحة جدا، وهناك إجماع فيها، هي مدرسة الفرصة الثانية التي انتشلت عدد كبير من هالمنقطعين هذوما ووجهتهم نحو التكوين المهني ولا رجعتهم المقاعد الدراسة، وعندهم نتائج ممتازة جدا. المهم أنه المرحلة الجاية هي مدرسة فرصة ثانية إن شاء الله في القروان، وزارة التكوين المهني والتشغيل، مدرسة فرصة ثانية في جابس من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن بعد احنا عندنا زادة للسنة هذه ثلاثة مدارس باش نبداو في تعميم التجربة، ثلاثة مدارس فرصة ثانية. وأعتقد وأنه الحل الأمثل أنه نوجد مدرسة فرصة ثانية في كل جهة. طبعا هناك تنسيق كبير مع وزارة التجارة على مستوى الكتاب المدرسي وعلى مستوى الكراس المدعوم إن شاء الله. حوكمة الموارد البشرية خاصة على مستوى عطل المرض طويل الأمد اللي هما تقريبا عندنا 4000 سنويا،
وبالتالي باش نعاودوا ننظروا في المنظومة هذه وباش نحاولوا نحدوا قدر ما قدر المستطاع في هالعدد هذا. كذلك عندنا التكليف بعمل إداري، عندنا 1200 مدرس تقريبا مكلفين بعمل إداري. بالطبيعة المدرس مكانه الطبيعي وين ينجم يكون أنجع هو القسم، وبالتالي باش نناقشوا بحالة بحالة اللي ممكن نرجعوهم للقسم لأنه مردوديته تكون أحسن باش نرجعوهم للقسم.